الرئيس السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه. مدبولي يتابع سير المسابقات المركزية ويؤكد أهمية اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة. شكري في كينشاسا غدا للمشاركة في آخر اجتماع تحضيري على المستوى الوزاري لقمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، حيث أكد السيد الرئيس كذلك حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كنهج ثابت. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور السيد المستشار عمر مروان وزير العدل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون. وقد أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص السيد الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون. وقد استعرض السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، كذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية. من ناحية أخرى، شدد السيد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاد عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جيورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا الصديقة. على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق. وأكد الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضاراتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عن عظيم تقديرها واعتزازها لأبنائنا لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء. كما أكدت السيدة انتصار السيسي على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة. هذا وقد احتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام. يهدف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع الوعي في التعامل مع المسنين وتقديم خدمات مجتمعية وطيبة لهم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة كخطوة على طريق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء سير عمل مسابقات التوظيف المركزية التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها، وذلك خلال لقاء مع رئيس الجهاز صالح الشيخ، حيث شهد اللقاء استعراض سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد كمرحلة في رياض الأطفال، والتي فتح الجهاز باب التقديم فيها على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي. كما استعرض رئيس الوزراء سير مسابقة شغل وظائف معلم مساعد معلم فصل، والتي تم فتح باب التقديم لها في نفس الفترة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي تليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها بهدف الإسراع في معدلات سير العمل بها. جاء ذلك خلال جولة موسعة لمدبولي لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازي له. كما تفقد مدبولي أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، حيث أشاد بالجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائري. ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ كافة مشروعات الطرق بما يخدم كافة مستخدمي هذه الطرق. وخلال جولة تفقدية لمحطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، أكد رئيس الوزراء أهمية المحطة، مشيرا إلى أنها تسهم من خلال موقعها المميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين. كما تفقد مدبولي محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددي، حيث أكد أن الأتوبيس الترددي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية. أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط 35 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء
على السلع المدعومة، فضلا عن ضبط أكثر من 66 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 710 قضايا، من بينها 91 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طنا في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير. هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال شهر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38,166 قضية تمونية متنوعة، من بينها 149 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 28,181 اسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب3,804,435 جنيها، وضبط 134 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,654,784 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 551 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 2,091 طن سلع مدعمة، وضبط 35 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 255 طن. كما تم ضبط 13,021 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 3,143 طن سلع غذائية وغير غذائية. كما تم ضبط أكثر من 23,000 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 783.5 طن، إضافة إلى ضبط 25 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 426 طن أسمنت و14 طن حديد. كما تم ضبط 1248 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 344,267 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4,019,279 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1,290,276 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 19,803 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 1037 سائقا منهم. كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4269 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 537 مركبة وتبين مخالفة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 1577 سيارة و272 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 37,476 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة،
كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2611 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 4577 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 10436 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 11085 مخالفة ملصقات وضبط 139 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 347449 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 303,791,079 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1146 قضية من بينها 678 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 468 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 173 قضية بقيمة مالية بلغت 370,225,588 جنيها، أبرزها ضبط 134 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية تعادل 205,868,368 جنيها. وفي مجال الجرائم المصرفية تم ضبط 45 قضية بإجمالي عدد 19 متهما لقيامهم بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمولة بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 1,012,000 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 10,653 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18,723,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24,285,992 جنيها. يتوجه غدا وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا. ومن المقرر أن يشارك شكري خلال زيارته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر. ويعد المؤتمر هو الاجتماع التحضيري الأخير على المستوى الوزاري قبيل انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، حيث يركز المؤتمر على الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها مؤتمر المناخ المرتقب في شرم الشيخ.
هذا وتتواصل في مدينة شرم الشيخ على قدم وساق الاستعدادات اللوجستية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ضعني في صورة الاستعدادات وتزين المدينة لهذا الحدث العالمي الهام. نعم، أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم في خدمة إخبارية جديدة من مدينة السلام ومن المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة قمة المناخ كوب 27. ننوه بداية أنه منذ قليل انتهت جولة لسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد خلالها خليج نعمة والممشى السياحي والحدائق التي يتم تطويرها وإنشاؤها في خليج نعمة. وأكد لنا سيادة اللواء خالد فودة بأن كل المشروعات يتم العمل على إنجازها في 15 من أكتوبر المقبل، وأن معدلات التنفيذ في تزايد في جميع المشروعات. هذه الجولة التفقدية كانت عقب الجولة الصباحية التي تفقد فيها أيضا المحافظ المرصد الأمني، وهو الأول من نوعه لإحكام المراقبة ومتابعة كل ما يتم داخل مدينة شرم الشيخ و مناطق محافظة جنوب سيناء بشكل عام، ثم أيضا الزيارة التفقدية الأخرى التي كانت للمنطقتين الخضراء والزرقاء بمحيط قاعة المؤتمرات أيضا للوقوف على معدلات التنفيذ والانتهاء منها في أقرب وقت. أيضا اليوم كان هناك تطور جديد، وهو لقاء سيادة المحافظ بالفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على إقامة عدد من الفعاليات الثقافية الفنية على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 27 قبل المؤتمر وأيضا أثناء انعقاد المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ. أما الجولة التفقدية التي كنا في يعني بصددها اليوم، وهو مشروع من أحد المشروعات الهامة في مدينة شرم الشيخ، وهي الخطوة الأولى نحو وجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة، كنا نرصد لحضراتكم محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية الموجودة في مدينة شرم الشيخ والتي تأتي على مساحة 55 ألف متر مربع. هذه المحطة مهمة للغاية، لأنه بالطبع مدينة شرم الشيخ تتحول لأن تكون مدينة خضراء، فبالتالي الاعتماد على وسائل النقل النظيفة ووسائل المواصلات الذكية هو الخطوة الأهم والتوجه الأهم للدولة في الفترة المقبلة للاعتماد على هذه الوسائل المواصلات الذكية. هذه المحطة تقدم خدمات الشحن الكهربائي لما يقرب من 140 أتوبيسا مختلفا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأتوبيسات سيتم توفيرها من قبل وزارة النقل، وتم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على وجود أماكن لإقامة سائقي هذه الحافلات وقت انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات الشحن الموجودة في بعض الفنادق. فبالتالي خطوة مهمة جدا لاستقبال هذه الحافلات الذكية، بالإضافة بالطبع إلى وجود محطات الوقود بالغاز الطبيعي. فكل هذه وسائل نقل نظيفة ستتيح للمشاركين في مؤتمر المناخ التمتع بها، بالإضافة بالطبع إلى مسار الدراجات الموجود على الممشى السياحي. أيضا هنا في مدينة شرم الشيخ هناك استعدادات تتم على قدم وساق فيما يتعلق بالجانب الطبي والجانب الصحي المتمثل في مستشفى شرم الشيخ الدولي. هذه المستشفى تتأهل أيضا لأن تستقبل مؤتمر قمة المناخ بعدد من التجهيزات، فهي المستشفى الأولى من نوعها في محافظة جنوب سيناء التي تحصل على الاعتماد من الأسكوا العالمية. وبالتالي أيضا تم يعني تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة الحديثة وأيضا عدد من المستلزمات الطبية. نتحدث عن ما يقرب من أكثر من 50 عيادة خارجية موجودة في هذه المستشفى، فبالتالي تقدم وتجهز كل خدماتها للمؤتمر القادم فيما يتعلق بقمة المناخ كوب 27. وأيضا من خلال عدد كبير من الأطباء يعني سيكونون في هذه المستشفى وفي المناطق أو العيادات الثابتة والمتحركة في مختلف الأماكن في مدينة شرم الشيخ وقت انعقاد المؤتمر. أيضا بالنسبة لشوارع مدينة شرم الشيخ، الطرق الآن على أتم الاستعداد لاستقبال هذه القمة. نتحدث عن طريق السلام، نتحدث عن الطريق الدائري وطريق الملك سلمان. كل هذه
الطرق يعني ترتبط ببعضها البعض بعدد كبير من المشروعات، أهمها قاعة المؤتمرات والمنطقتين الخضراء والزرقاء التي سيتم فيهم انعقاد المؤتمر. أخيرا كان هناك أيضا جولة لوزيرة البيئة في السوق القديم ولقاء مع أصحاب المحال التجارية للحديث عن التخلص من فكرة استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالأدوات الصديقة للبيئة لمنع استخدام هذه الأكياس تماما في الأسواق، استعدادا بالطبع لاستخدام أو لتحول مدينة شرم الشيخ لأن تكون مدينة صديقة للبيئة. فبالتالي كل المشروعات تتم على قدم وساق هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال القمة، الشوارع، الميادين، الممشى السياحي، كل مناطق شرم الشيخ تغيرت تماما في غضون أشهر قليلة للانتهاء من كل هذه المشروعات. المحطة التي كنا بصددها اليوم سيتم الانتهاء منها أيضا قبل 15 من أكتوبر المقبل، وبالتالي نستعد لاستقبال قمة المناخ بالعديد من المشروعات، وسنتابع معكم كل ما هو جديد في مدينة شرم الشيخ. الآن الكلمة تعود إليكم مرة أخرى إذا كان هناك أي أسئلة. نعم، إذن هو عرس بكل المقاييس لمدينة السلام واستضافتها لكوب 27 في نوفمبر القادم. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري من مدينة شرم الشيخ. التاسعة مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. انتهاء تسرب الغاز من نورد ستريم 2 وبرلين تشكل وحدة دولية للتحقيق في انفجارات خطي الغاز. أفاد متحدث باسم الشركة المشغلة لنورد ستريم 2 بأن تسرب الغاز من خط الأنابيب تحت بحر البلطيق انتهى نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه. ومن جهتها أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن برلين ستشكل وحدة دولية مشتركة مع الدنمارك والسويد للتحقيق فيما يبدو أنه عملية تخريب استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم الرابطين بين أوروبا وروسيا. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن جميع المؤشرات تدل على وقوع عمل تخريبي ضد خطي أنابيب نورد ستريم، مضيفة أن فريق التحقيق سيتشكل من أسلحة البحرية والشرطة وأجهزة الاستخبارات. وأكدت الوزيرة الألمانية أنه لا توجد أي مؤشرات حول تهديد ملموس للمواقع الألمانية حتى الآن. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن السلطات الروسية أبلغتها أن مدير محطة زابوريجيا النووية محتجز مؤقتا للاستجواب. وكانت روسيا قد اعتقلت إيغور موراتشوف المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا والواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا. جاء ذلك وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنغرو أتوم. إلى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا إن قوات أوكرانية دخلت بلدة ليمان والتي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة، كما ذكرت كييف أنها تحاصر تلك البلدة. أفادت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تواجه مشكلة نقص في الذخائر لا سيما الصواريخ عالية الدقة. وأضافت أن هذا يدفعها إلى استخدام صواريخ مصممة لإسقاط أهداف جوية لطرد أهداف أرضية في البلاد. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه لوحظ بأن القوات الروسية هاجمت أمس قافلة من المركبات المدنية تعمل لإجلاء المواطنين من زابوريجيا، ومن المحتمل أن يكون قد تم استخدام صاروخ دفاع جوي روسي بعيد المدى. اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية جديدة يجعل انتهاء الأزمة الأوكرانية
شبه مستحيل. كما دفع بوريل عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستمرار في هذا الدعم. بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق بحسب مشغل خط أنابيب الغاز البولندي غاز سيستم. ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا، حيث بدأت بولندا في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من تحركات موسكو العسكرية بأوكرانيا في فبراير الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية. هذا وقد بدأت اليونان وبلغاريا التشغيل التجاري لخط أنابيب الغاز، ينتظر أن يساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة. وسيدعم خط الأنابيب بلغاريا التي تبذل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية إبريل. هذا وقد قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية بأوكرانيا، مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة وسط ارتفاع الأسعار. أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل اثنتين من أدواته للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن نافذة التمويل الجديدة سوف تتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وتعاني كذلك من انعدام شديد في الأمن الغذائي أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، وكذلك من صدمة في تصدير الحبوب، مؤشرة إلى أن النافذة التمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام. هذا وقد وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات للدول الأعضاء على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 450 مليون يورو لتشغيل 5 محطات طاقة تعمل بوقود اللجان بشكل مؤقت لتعريض نقص إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا. وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارغريت فيستاجر أن هذا الإجراء المؤقت سيمكن ألمانيا من تخفيف الأثر الاقتصادي للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث سيساهم في استبدال الغاز في حالة نقص وتعزيز استعداد برلين لفصل الشتاء القادم. حذر رئيس الكوريا الجنوبية يون سيوك يول من أنه إذا أقدمت كوريا الشمالية على استخدام الأسلحة النووية فإنها ستواجه ردود فعل ساحقة وحازمة من التحالف بين سول وواشنطن. وفي خطابه بمناسبة الذكرى 74 ليوم القوات الوطنية العسكرية، قال يون إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أزمة جديدة تلوح في الآفاق على الحدود بين الكوريتين الجارتين بعد إعلان بيونغ يانغ إطلاق تجربة لصاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي، مما تعتبره سول تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وتعتبره كوريا الشمالية تحذيرا للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. التجربة الصاروخية الرابعة لبيونغ يانغ خلال أسبوع واحد فقط تأتي بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات. كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي.
التوتر بين الكوريتين انتقل أيضا إلى اليابان التي قدمت احتجاجا رسميا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث إن الصواريخ تحركت في مسار غير منتظم بهدف التهرب من نظام الدفاع الصاروخي. وزير خارجية كوريا الجنوبية من جانبه أكد أن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة، مشيرا إلى أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية. كما أشار جين وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي. وتستهدف كوريا الجنوبية زيادة الردع على عمليات نقل البضائع غير المشروعة لكوريا الشمالية من سفينة إلى سفينة، وعرقلة محاولات بيونغ يانغ لتأمين الأموال غير المشروعة لبرامج أسلحتها النووية من خلال سرقة العملات المشفرة، خاصة في ظل وجود أنباء عن إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية تحت الأرض في الفترة ما بين 16 من أكتوبر الجاري إلى 7 من نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي قد يزيد من وتيرة التوتر التي تشهدها الكوريتان. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التغيير غير الدستوري للحكومة في بوركينا فاسو، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال عنف والسعي للحوار. كما أبدى غوتيريش دعمه الكامل للجهود الإقليمية الهادفة إلى عودة سريعة للنظام الدستوري في البلاد، مؤكدا أن بوركينا فاسو بحاجة أكثر إلى السلام والاستقرار والوحدة لمكافحة المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية التي تنشط في بعض مناطق البلاد. The UN Charter is clear. Any annexation of a state territory by another state resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the UN Charter and international law. عقد مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. خلال الجلسة العامة أحال رئيس المجلس عددا من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لمناقشتها. في بداية دور انعقاد جديد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني للمجلس ببرقية لرئيس الجمهورية تم التأكيد خلالها على ثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية وتأييده الكامل للسياسات المتوازنة التي تم إرساء دعائمها في إطار من الحرية والالتزام بالشرعية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. رئيس مجلس النواب أكد أن المجلس سيستكمل بإصرار وإخلاص ما تم من عمل جاد في الدورين السابقين، مشيرا إلى تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن. نبدأ دور انعقاد جديد بداية يتجدد فيها العزم والأمل أن نستكمل بإصرار وإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين، فنحدد أولوياتنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها السيد رئيس الجمهورية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجلسة بدأت بإحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد التقرير عنها لعرضه على الجلسة العامة، وفتح رئيس مجلس النواب الباب أمام النواب لتوجيه الكلمة في بداية دور الانعقاد الجديد. أؤكد دعمنا الكامل لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة التحديات التي فرضتها الظروف الخارجية وفي كافة التحديات التي تصنعها الجماعات الإرهابية. نؤكد دائما على تماسك جبهتنا الداخلية ووقوفنا صفا واحدا. نهني أيضا القوات المسلحة
المصرية بأعياد أكتوبر المجيدة، ونهنئ الشعب المصري، ونتمنى أن يكون دور الانعقاد الثالث هو دور خير على الشعب المصري، ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى. هذا ورفعت الجلسة على أن تستكمل باقي مناقشات المجلس لعدد من مشروعات القوانين والقرارات خلال جلسات قادمة. تعهد رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي بالعمل مع أعضاء البرلمان من أجل تعزيز دور البرلمان العربي في تنسيق العمل العربي المشترك وتعزيز مكانة البرلمان عربيا وإقليميا ودوليا. وعقب فوزه بدورة جديدة لرئاسة البرلمان العربي، أكد العسومي أن المرحلة القادمة تفرض على الجميع مسؤولية كبيرة فيما هو قادم في مواجهة تحديات جسام. جلسة إجرائية للبرلمان العربي بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً، حيث فاز عادل العسومي بولاية ثانية، كما تم انتخاب نوابه الأربعة ورؤساء اللجان بعد اكتمال النصاب القانوني. المرحلة القادمة بلا شك ستكون مرحلة عمل ومرحلة مساندة كل القضايا العربية. بالنسبة لي نعتز بأن البرلمان العربي متواجد في مصر، ففخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا مكانة كبيرة في نفوس الجميع، خاصة في نفسي أنا، كل تقدير واحترام. أهداف وقضايا وتحديات عدة توضع على عاتق رئيس البرلمان الجديد خلال مدة ولايته الممتدة لعامين، وتشمل التعامل مع الأوضاع الراهنة ورسم السياسات العربية المشتركة وإقامة نظام عربي متكامل. سنتين انتهت كانت مليئة بالإنجازات. التغيير الذي سوف يحصل هو البناء على ما تم البدء فيه، وخصوصا العلاقات العربية وتطويرها، وأنا مهتم في الجانب الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات والتجارة البينية بين الدول العربية. جلسة إجرائية تمت للبرلمان العربي وفقا للنظام الداخلي بانتخاب رئيسه ونوابه، على أن تعقد اللجان على مدار اليومين المتتاليين اجتماعاتها قبل أن تعقد الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الثلاثاء القادم. سالي سالم، التلفزيون المصري. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وخلال برقيته أكد رئيس مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة حققت أعظم انتصار لمصر في التاريخ الحديث، استردت فيه أرضها السليبة وقهرت عدوها، كما أشار إلى أن نصر أكتوبر أكد على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل. وصلت محافظة شمال سيناء الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة. وفي إطار تلك المناسبة افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة مدرسة للتعليم الأساسي بالعريش تضم 22 فصلا دراسيا، تم إنشاؤها بتكلفة بلغت أكثر من 8.5 مليون جنيه. كما افتتح المحافظ مجمع السوق التجارية بحي السبيل بالعريش بتكلفة بلغت 7.6 مليون جنيه، بهدف توفير السلع والموارد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم التحالف الوطني مؤتمر الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات المصرية لتنظيم الأسرة. يهدف المؤتمر إلى نقل الحوار الوطني إلى النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن، بالإضافة إلى مشكلة القضية السكانية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع. والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. تفضل. شكرا إلهام نمر، شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، وذلك في الانتخابات التي جرت بمونتريال خلال أعمال الجمعية العامة 41 للمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة. ونجح الوفد المصري في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس الإيكاو لمدة 3 سنوات قادمة بالحصول على 156 صوتا، لتكون مصر الأولى أفريقيا ومن بين أعلى الدول التي حصلت على تصويت. بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية. مئات المنافذ التموينية بدأت في صرف السلع الغذائية والتموينية لشهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين. بالنسبة للزيادة الاستثنائية 100 جنيه للأسرة و200 جنيه للأسرتين والثلاثة البطالة فيها أسرتين والثلاثة و300 جنيه لأكثر من ثلاث أسر. جميع السلع متوفرة، احنا دلوقتي في المخزن موجودين وانت شايف حضرتك المخزن مكدس بالسلع، بالإضافة إلى في هناك أرصدة متواجدة من السلع الاستراتيجية في المخازن الرئيسية. الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا مستمرة لمدة 6 أشهر، وقد ضمت السلع التموينية لشهر أكتوبر 30 سلع غذائية واستهلاكية ومنظفات وحلوى بعد أن كانت تضم 29 سلعة فقط. المنحة دي بالضاف للتموين اللي هو الدعم الأساسي اللي هو التموين الفرد ليه 50 جنيه والأربع أفراد ليهم 200 جنيه بالإضافة لفرق العيش. فالمية جنيه دي بقت مكملة للدعم، بس دي ما بتدخلش بيها ولا زيت ولا سكر، لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر والرز والمكرونة وهكذا يعني. 30 سلعة متوفرة في جميع فروع الشركة المصرية، 700 فرع جملة وملحق، متوفر فيهم كافة 30 سلعة على مستوى الشركة بجودة عالية، شركات ذو اسم تجاري على مستوى جمهورية مصر العربية. ولو حابين نتكلم على جودة السلع دي درجة أولى من كل الأصناف، درجة أولى بالنسبة لأسعارها. الأسعار اللي موجودة في التموين بتطبق على منتجات التموين، في حاجات تانية منتجات تانية حرة، وعلى حسب الرغبة في إن أنا مثلا بستكمل الحاجة اللي أنا محتاجها في الشهر على الحاجات الحرة برضو أسعارها معتدلة عن الأماكن التانية. الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة. وإلى ذلك تتوصل الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إطلاق الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية تحت عنوان النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات. جاء ذلك خلال افتتاحها المؤتمر العلمي 16 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والذي ينعقد بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء. يعد تقرير التنمية العربية أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ويمثل نموذجا للتعاون والعمل العربي المشترك. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بسبب المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة ليسجل المعدن الأصفر نحو 1670 دولار للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 958 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1118 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى 1278 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8944 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها حققت أول مكاسب أسبوعيا
أسبوعية لها في 5 أسابيع، مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك بلس على خفض إنتاج الخام. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 0.6% إلى $87.96 للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1% إلى $79.49 للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى $3.23 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.57% لتسجل نحو $6.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك عودة الاجتماعات الوزارية للدول تحالف أوبك بلس حضوريا بدلا من الفيديو كونفرنس اعتبارا من اجتماع يوم الأربعاء المقبل. أكدت أوبك أن الاجتماع سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في فيينا، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل هو أول اجتماع وزاري بالحضور الشخصي منذ مارس 2020. يأتي الاجتماع وسط شائعات عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج في مواجهة مخاوف من الركود ومع تراجع طلب على النفط. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإلهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. أشكرك فاطمة. اختتمت فعالية المهرجان العلمي الذي ينظم للعام 16 بمكتبة الإسكندرية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. يأتي ذلك في ظل ما نواجهه من تحديات لتغير المناخ وتلوث البيئة والتوجه نحو موارد أكثر استدامة. تحت عنوان مملكة الحيوان، وفي مهرجان علمي احتفالي منظم للعام 16 على التوالي، افتتحت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي احتفالية العلوم التي نظمتها يومي 27 و28 من سبتمبر في ساحة الحضارات بالمكتبة. المكتبة جزء كبير جدا من أنشطتها أنها بتركز على الشباب والأطفال، وبتعمل أنشطة كتير جدا، منها النشاط بتاع النهاردة إنه تشجيع الشباب وتشجيع الأطفال على إن هم يرتبطوا بالفكرة العلمية، بفكرة التفكير العلمي، يعرفوا. ودي طبعا بتبدأ بإن احنا بنعرفهم بحاجات كتير جدا لها طابع علمي. لما تنزلي المعرض تحت تجدي فيه كلام عن الطبيعة، تجدي فيه حاجات عن الحيوانات، تجدي فيه حاجات عن الكمبيوتر، تجدي فيه حاجات عن بعض الابتكارات وبعض الحاجات اللي فيها ابتكار وكده. قرية العلوم صممت خصيصا كقرية علمية تضم العارضين من جامعات وهيئات ثقافية وعلمية وأكاديمية، بالإضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة. في حاجات جميلة، وكانوا بيعملوا حاجات بالصابون وادونا النحل، العصاية دي كانت جميلة قوي، وأفكارهم كانت حلوة بصراحة. فيت المعرض النهاردة وتعلمت حاجات كتير، وعلمونا البازل والحيوانات المركبة واستفدت يعني من المعرض. احتفالية هذا العام تأتي في إطار الاستراتيجية التوعوية التي أطلقها مركز القبة السماوية العلمي لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة في ظل ما نواجهه من تحديات تغير المناخ وتلوث البيئة والتوجه نحو موارد أكثر استدامة لمعالجة هذه المشكلة. والآن متابعة لأهم الأخبار الرياضية. فاطمة خليل، مرة أخرى إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. في إنجاز جديد لرياضة التنس المصرية، توجت بطلة التنس ميار شريف بلقب بطولة برما المقامة في إيطاليا بالفوز على ماريا سكاري المصنفة 7 عالميا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط 7-5-3-6. كانت ميار شريف حجزت مقعدها في نهائي بطولة برما بعدما فازت على رومانية أنا بوغدان المصنفة 53 عالميا بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة خلال مواجهات نصف نهائي البطولة اليوم. في الدوري الإنجليزي، أهدر ليفربول المزيد من النقاط وتعادل بنتيجة 3-3 مع ضيفه برايتون ليواصل تراجعه عن الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بتلك النتيجة أصبح رصيد ليفربول 10 نقاط من 7 مباريات وبفرق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.
في الجولة نفسها فاز أرسنال على أرضه بنتيجة 3-1 على جاره توتنهام هوتسبير بفضل أهداف توماس بارتي وجابرييل جيسوس وجرانيت تشاكا ليحتفظ بموقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا الانتصار يكون أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني مايكل أرتيتا فاز في 7 من أول 8 جولات في البطولة، وحاليا يتفوق بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، والذي سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد. في الدوري الألماني افتتح النجم المصري عمر مرموش سجله تهديفي بالدوري بقميص فولفسبورغ أمام فريقه السابق شتوتغارت في لقاء بالجولة 8 انتهى بفوز فولفسبورغ بنتيجة 3-2. هدف مرموش جاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة ارتقى فولفسبورغ للمركز 13 برصيد 8 نقاط، بينما ظل شتوتغارت في المركز 16 برصيد 5 نقاط. في الجولة نفسها انهى انتراخت فرانكفورت السجل الخالي من الهزيمة ليونيون برلين عندما انتصر عليه بنتيجة 2-0. وفي مباراة أخرى أهدر بروسيا دورتموند فرصة الابتعاد بالصدارة وذلك بخسارته على ملعب مضيفه كولن بنتيجة 3-2. ويتصدر يونيون برلين جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 17 نقطة، فيما بقي دورتموند في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإلهام وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. يقضي المزارع السوري حسن خليفة أيامه في رعاية ملايين الديدان في مزرعته بريف دمشق. ويستخدم خليفة تلك الديدان لإنتاج الأسمدة العضوية، فيما يعتقد أنه أول مشروع من نوعه في البلاد. في مزرعته بريف دمشق يقضي السوري حسن خليفة أيامه في رعاية ملايين الديدان التي يستخدمها لإنتاج الأسمدة العضوية. الفكرة جاءت للرجل السوري قبل نحو عقد من الزمان عندما كان يشاهد تقريراً إخبارياً في التلفزيون حول استخدام ألمانيا للديدان للحصول على سماد عضوي عالي الجودة، فقرر بعدها أن يؤسس مشروعه. هذا السماد العضوي بالنسبة يعني لما بتحطه بالتربة بيوفر من 30-40% ري، يعني هاي عامل اقتصادي بأثناء توفيره للري، هاي عامل اقتصادي. انت لما وفرت 30-40% وفرت طاقة، وفرت بنزين او مازوت، الطاقة اللي بدك تشغل عليها المي اذا كنت بتشتغل على هاي. تعلم خليفة المزيد من فوائد الأسمدة للخضروات وصحة الناس، ثم بدأ مشروعه بعشر ديدان في مسقط رأسه، لكنه اضطر بعد ذلك إلى نقله إلى سقبة بريف دمشق بسبب الأزمة في البلاد. في البداية كان يربي الديدان في صناديق بمنزله، ثم استأجر أرضاً وحصل على مزرعته الخاصة، كما ساعد المزارعين في المنطقة على تنشيط تربتهم وإنتاج محصول أفضل باستخدام السماد العضوي الذي يصنعه. طبعاً أوفر من الكيماوي. ليش أوفر من الكيماوي؟ لأنه هذا تراكمي، يعني كل سنة بيحسن التربة أحسن من سنة، كل سنة بيحسن أحسن من سنة. الكيماوي كل سنة بدك تزيد الكمية، بعد 4-5 سنوات هون صار في تملح بالتربة، صار في مشاكل، ما عاد تعطيك زي هذا. لا، هذا العكس، فهون الفارق. وتأكل ديدان بقايا الطعام التي تتحول بعد ذلك إلى سماد أثناء مرورها عبر جسم الديدان، يمكن بعد ذلك استخدامه كإضافة قيمة للتربة لنمو النباتات. وقال خليفة إن لديه حوالي 50 عميلاً، ويأمل أن يزداد عدد المزارعين الذين يستخدمون منتجه في جميع أنحاء سوريا لتوفير المزيد من المياه والجهد والمال. والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية إلى فاطمة خليل. شكرا هبة، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وجولة جوية جديدة. يا
يتوقع خبراء هيئة الإرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 32، 23، مطروح 31، 23، بورسعيد 32، 24، إسماعيلية 36، 23 وجوها حار. بالنسبة للسويس 35، 23، العريش 33، 23، طابة 33، 24، شرم الشيخ 37، 28، الغردقة 38، 27 وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40، 25، أسوان 41، 26، وادي الجديد 39، 26، شلاتين 37، 26، حلايب 33، 28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.